من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي، والتي عنوانها النجاة من المعاصي، وكانت بمسجد الملك سعود بجدة مساء يوم الخميس 15 من شهر شوال لعام 1400. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع من قالها يوم لقائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، الذي صدق في أقواله وأعماله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، إن من أجل نعم الله عز وجل وأعلاها وأعظم منن الله تبارك وتعالى وأسناها نعمة الإيمان والتوفيق للطاعة. الطاعة، ما الطاعة؟ وما أدراك ما الطاعة؟ زاد المهاجر إلى ربه، وأنسه في لحده وقبره، وحجته في حشره ونشره، وشفيعه إذا اصطكت القدم بين يدي ربه. الطاعة التي بها تشرق القلوب، وبها ترتاح النفوس، وتسمو من حضيض الرذائل إلى قمم الفضائل. الطاعة التي توجب المحبة من الرحمن، والأنس من الديان، أصحابها في عز الدنيا، ولما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى في الآخرة أجل وأسمى وأعلى. الطاعة التي بها تسابق المتسابقون، وفيها تنافس المتنافسون، نحلت الأجساد، كل ذلك محبة لرب العباد وتقربا إليه من حاضر وباد. الطاعة التي يعرف حقها وقدرها الأولياء المتقون والعابدون الصادقون، هذه الطاعة التي يثقل بها الميزان وتوجب المحبة من الرحمن، دونها خطوب وكروب، ودونها فتن ومحن لا يعلمها إلا الحي القيوم. يقف المؤمن المطيع لربه يريد أن يقف على قدميه وساقيه في محبة الله تبارك وتعالى وطاعته، فتنتابه الفتن والمحن، تنتابه المعاصي لكي تقطعه عن رب العالمين، وتحول بينه وبين محبة ملك يوم الدين. إنها المعصية شغل المطيعين الشاغل، التي أوجبت خوفهم، ولهجوا إلى رب العالمين في دعائهم في ليلهم ونهارهم أن يكرمهم بأن يجعل بينهم وبينها حجابا مستورا. المعصية داء القلوب والجوارح، وفتنة العبد، وموجبة القطيعة بينه وبين ربه. أي ساعة تلك الساعة التي تقبل فيها الفتن على ذلك العبد الصالح،
وتقبل فيها المحن على ذلك العبد المؤمن الذي يريد المسير إلى العزير، تأتيه الفتن والمحن تعتصر قلبه وتعتصر فؤاده، يريد أن يصير إلى الله، يريد أن ينقطع إلى سيده ومولاه، ولكنها تصرف القلوب والقوالب عن رب العالمين، نفس أمارة وشيطان داع هناك حيث يقف العبد الصالح ذلك الموقف العصيب، هناك حيث يشتد سعير الشهوة ويعظم جحيمها، ويضطرب العبد في جنانه، هل أقدم أم أحجم، هل أقبل أم أدبر، فيقف ذلك الموقف العصيب حتى تداركه الرحمة من الرحمن فيقبل على الله تبارك وتعالى، أو يبوء بالخسران والعياذ بالله فيدبر عن الحي القيوم، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إخواني، المعاصي وما أدراك ما المعاصي، فتن القلوب والجوارح التي تصد العبد عن ذكر الله وتشغله عن محبة الله، فكم لها من صرعى وكم لها من هلكى، ذاقوا وبال الدنيا ولما ينتظرهم عند الله عز وجل أجل وأعلى. لذلك إخواني، فإن القلوب المؤمنة تتساءل عن الأمور التي تحول بينها وبين هذا البلاء العظيم، أين طريق النجاة، أين طريق النجاة من الفتن والمحن في زمان عظم شره وقل خيره، وأصبح العبد لا يقر قراره، كلما وقف على ساقيه أتته الفتن والمحن من بين يديه، فأرته صنوف البلايا وعظيم الفتن والرزايا. لذلك إخواني، أين طريق النجاة للقلوب، أين طريق النجاة من المعاصي حتى يرتاح العبد ويأنس بربه ويجد العز بقربه، أين طريق النجاة من هذه المعاصي التي لا يفتر العبد عن دائها وبلائها في ليله في نهاره في صبحه ومسائه؟ أول طريق للنجاة الفرار إلى رب الأرباب، أول طريق إلى النجاة أن يشكو العبد إلى ربه وأن يفر إلى خالقه عائذا مستجيرا، فلا نجاة للقلوب والقوالب من هذه الفتن والمحن إلا إذا توجه العبد إلى ربه شاكيا ضارعا صادقا في الدعوة، يسأله أن يغيثه ويجيره، مستجيبا لداع الله عز وجل إذ أمره بذلك، فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه: ففروا إلى الله، نداء من الله عز وجل أن نفر من الفتن والمحن، وأن نشكو إليه الأحوال، نشكو إليه قلوبا ضعيفة إذا دهمتها الفتن، رقت لها وحنت إليها، نشكو إليه إيمانا ضعيفا لا يستقيم للعبد أمامها، نشكو إليه الضعف والخور ونبدي له الفاقة والحاجة. وهذا هو دأب الأخيار، كلما طفقت عليهم فتنة أو محنة أو أطبقت عليهم بخيلها ورجلها فزعوا إلى الله، الركن الذي لا يهد والسند الذي لا يجد العبد سندا أعظم منه، أن يفر العبد إلى الله فيشكو إليه ما يجد من الحنين إلى المعاصي، فيشكو إليه ما يجد من كدر الذنوب والخطايا. هذا نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أتته الفتنة واستولت عليه المحنة، ولم يجد مغيثا ولا مجيرا سوى رب العالمين، شكا إلى الله ما يجده، فقال مقالة الصادق في دعوة ربه:
رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إن القلوب الصادقة، إن القلوب المؤمنة التي تعرف الله حقيقة المعرفة، إذا صدعت بدعوة صادقة فإن ربها قريب منها، مجيب لها، رحيم بها. إن القلوب الصادقة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، إذا وقفت على مفترق الطريق بين النجاة والهلاك فصدقت مع الله في الإقبال على الله، واشتكت إلى الله سوء الحال واستجارت به، أن تنال المعصية بعد الطاعة أو تبلى بالشقاء بعد السعادة، فإن الله تبارك وتعالى قريب إلى من دعاه، مجيب لمن رجاه. ادعوني أستجب لكم، وعد من الله تبارك وتعالى. قال الله وبقوله يهتدي المهتدون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، السميع لدعائك، العليم بحالك. فإن العبد ما صدق مع الله إلا صدق الله معه. إخواني في الله، إن رفع الأكف إلى الله وشكوى الحال إلى الله دليل صادق وتعبير صادق على الإيمان بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى. حدث بعض الأخيار أنه وجد ذات يوم فتنة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال: عشت حياتي لا أعرف معصية الزنا، فوقفت ذات يوم وليتني لم أقف، ونظرت وليتني لم أنظر، فوقع البصر على داء فتاك على فتنة بلي بها، فنظر تلك النظرة فأتته سهام الشيطان، فطفق قلبه وفؤاده إلى تلك النظرة التي رآها. قال: وبقيت في جحيم وسعير من تلك الشهوة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ومضت علي أيام، ثم تلتها الأسابيع، ثم تلتها الشهور، وأجد من تلك الفتنة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: وفي يوم من الأيام عظم علي الحال حتى لم أستطع أن أقف في صلاتي من شدة ما وجدت من خطرات الشيطان ووساوسه، فعظم علي الأمر وخيرت فاخترت، فتوجهت إلى الله عز وجل في صلاة من صلاتي. قال: فضرعت إلى الله بدعوة صادقة، وشكوت إلى الله ما أجده من البعد عنه سبحانه وتعالى من خطرات الشيطان ووساوسه. قال: والله ما انفتلت من صلاتي ولم أجد في قلبي شيئا مما كان. الإيمان بالله، الالتجاء إلى الحي القيوم، دعاء الله عز وجل وشكوى الحال إليه من هذه الذنوب والمعاصي، هو سلاح المؤمنين، هو عدة المتقين أمام هذه الفتن الرهيبة وأمام هذه المحن العصيبة. دعوة تصعد لك إلى الله، تقرع باب الله عز وجل من عبد من عباد الله أراد القرب وآثره على البعد، أراد الدنو من الله وخاف من الحرمان، أراد محبة الله وشكى إلى الله شكوة الصادق، والله لن يخيب عند الله رجاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فإذا كانت الضرورة في أمور الدنيا توجب من الله أن يلتفت إلى عبده برحماته وأن يتداركه بلطفه، فقل لي بربك كيف بفتن الدين، كيف بفتن الدين التي هي أعظم الفتن وأجلها. فما من مضطر يشكو إلى الله ضره خاصة في أمور دينه إلا شكاه الله في شكوته وأجاب له دعوته. أما السبيل الثاني فالمعرفة بالحي القيوم طاعة
طريق الناجين من المعاصي. من تعرف على الله بأسمائه وصفاته فإن قلبه ينصرف إلى الله بالكلية. وإذا انصرفت القلوب إلى الله انصرفت الجوارح تباعًا إلى الله تبارك وتعالى. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته من عرف العظيم الغفار والجليل القهار وعلم سطوة الجبار فإن قلبه يخاف من معصيته. من عرف الله بأسمائه وصفاته حفظ اللسان فلم يتكلم في معصية من معاصي الله. وإذا عرف الله بأسمائه حفظ الجوارح فلم تخطو الأقدام إلا لما يحبه الله ويرضاه. المعرفة بالله زاد المتقين إذا أقبلت الفتن وادلهمت المحن. وتذكر العبد من يعصيه تذكر الرب الذي يريد أن يعرض عنه وأن تكون الخسارة في الإعراض عنه. ولذلك عرضت المعاصي على بعض السلف فقال سبحان الله أألقى الله بزنية، سبحان الله أألقى الله بكأس خمر، سبحان الله أألقى الله بمعصيته. قلوب حية تعرف الله تبارك وتعالى تعرفت على الله وأسكنت حبه وأسكنت الأفئدة حبه والقرب منه والرغبة فيما عنده وإيثار طاعته على طاعة ما سواه. إن الشيطان إذا وجد الإيمان قد عمر القلوب فر عن تلك القلوب المؤمنة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال بعض العلماء لا يمكن للزاني ولا يمكن للعاصي أن يصيب حداً من حدود الله وقد عظم الله أثناء المعصية أبداً، إما الإيمان وإما المعصية. ولذلك ورد في الخبر أن العبد إذا أصاب حداً من حدود الله من زناً أو شرب خمر كان الإيمان على رأسه كالغمامة، ولو علم ما خسر من ذلك الإيمان والله لتمنى الموت أن يأتيه قبل أن يصيب ذلك الحد. الإيمان الذي هو الزاد الذي تلقى به رب الأرباب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا أصاب العبد حداً من حدود الله خرج الإيمان من قلبه فكان عليه كالغمامة، ثم عاد عليه الإيمان بالنقص على قدر معصيته والعياذ بالله. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته يخاف من إصابة حد من حدوده. هذا نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما عرضت عليه الشهوة وغلقت الأبواب أرخيت الأستار وغابت الأنظار، ولكن بقت خشية العزيز القهار في قلبه. قال كلا إنه ربي أحسن مثواي كيف أعصيه، إنه ربي أحسن مثواي. من عرف جليل نعم الله عليه وعظيم منن الله عليه كم لله من يد بيضاء عليك، كم من هموم فرجها، كم من غموم نفسها. أكان الجزاء أن تغضبه في معاصيه؟ أكان الجزاء أن تصيب حدوده وتنتهك محارمه تلك الخسارة؟ ولذلك قال العلماء ينقص من الإنسان في إيمانه على قدر حده الذي أصاب من حدود الله والعياذ بالله. أما السبيل الثالث للنجاة من المعاصي معالجة الأسباب، فللمعاصي أبواب منها يصيب العبد تلك المعاصي وطرق يفضي بها إلى تلك المعاصي، وأعظمها قرناء السوء والعياذ بالله. قرناء السوء
الذين يمهدون السبيل إلى محارم الله ويزينون للعبد معاصي الله، قرناء السوء، دعاة الهوى والردى. ولذلك قص الله عز وجل خبر العباد في آخرتهم وما صاروا إليه في مآلهم، وأن الأسباب التي أوجبت لهم الخسارة والعياذ بالله هي منها ومن أعظمها قرناء السوء. فقال جل من قائل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال بعض العلماء: يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، لم يقل على إصبع، ولم يقل على إصبعين، ولم يقل على أصابعه، ولكن قال على يديه، يقولون لعظيم الندم وعظيم الشجاع والأسى إذ ائتمن صديقا من صدقائه ورفيقا من رفقائه فأورده من موارد الهلك والتلف ما لم يخطر له على بال. قرناء السوء الذين تزينت بهم الليالي وجملت بهم المجالس، ولكن كانت عواقبهم جحيم وسعير وعذاب لا يعلم قدره إلا الله الخبير العليم الخبير. لذلك إخواني، ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينجو من معصية الله أن يتخير الأخيار. قال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. أولئك الذين كانت منهم الكلمات الطيبة المعسولة والوعود الكاذبة، أولئك الذين أوردوا العبد موارد الهلاك والتلف ثم أسلموه إليها رهينا بعواقبها الوخيمة ونهاياتها الأليمة. لذلك إخواني، فإن الإنسان إذا أراد أن ينجو من معصية الله عليه أن يتخير الأخيار وأن يطلب مجالس الأخيار، ففي مثل ذلك تنفق الأعمار، ولمثل ذلك يطلب، ومثل ذلك يطلب وفيه يرغب. فلذلك إخواني، ما بلي العبد بمعصية الله إلا لما كانت مجالسنا معمورة بمن لا خير في الجلوس معهم. أولئك الذين حببوا العبد إلى معاصي الله وقربوا القلوب إلى محارم الله، أولئك الذين كتب الله عز وجل الشقاء على من أحبهم وودهم. قال تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. أما السبيل الرابع للنجاة من المعاصي فالصبر، الصبر واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. إن المعاصي تحتاج من العبد المؤمن أن يصبر ويصابر ويجاهد. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الناس في المعاصي على ثلاثة أقسام، قسم سلمه الله منها فهو ناج بفضل الله عز وجل، وأما القسم الثاني فهو في صراع، تارة ينجو وتارة يكبو، وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهم الذين عناهم الله بقوله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا اصطرع مع الشهوة فبلي بها تارة ونجا منها تارة وأقبل على الله بعد النجاة منها، فإن الله قد وعده بالمغفرة لتلك الزلة والخطيئة. أولئك الذين يجاهدون ويصابرون
ولذلك أعظم العباد وأشدهم فتنة في المعاصي من ذاق لذتها وأصاب حلاوتها وأقبل على الله بعد التلبس بها. إن الذي أصاب المعاصي وفتنت قلبه في الماضي ووجد من لذتها وأنسها وحلاوتها ما وجد، إذا أصاب الإيمان وذاق حلاوة الطاعة للرحمن ونسي الإعراض عن الديان سرعان ما يأتيه الشيطان بتلك الوساوس والخطرات. وهناك يجد الإنسان من شديد الألم وأليم الشجا في داخل قلبه ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال بعض العلماء: من بلي بالمعصية في الماضي ثم تاب منها وبلي بوساوس الشيطان ونجاه الله من وساوس الشيطان فهو من أعظم العباد أجرا ومن أجلهم صبرا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصيب لذة معصية فينجو منها إلا إذا كان صادقا في إيمانه. ولذلك قالوا: إذا أتت المعاصي بعد نسيانها فاعلم أنه اختبار من الله لك، اختبار من الله لكي يعلم مدى صدقك، والله عالم بحالك قبل أن تختبر. وما ذلك إلا ليظهر إيمان العبد وصدقه في الإقبال على الله. ولذلك قال بعض العلماء: والله لن يبتلى الإنسان بمعصية فيصبر عنها ويصابر ويجاهد إلا نجاه الله مما هو أعظم منها. فجزاء الصابرين عن المعاصي عظيم عند الله. إن القلوب التي عرفت المعاصي وأقبلت على الله بعد معرفتها أقبلت إقبال الصادقين المنيبين، لا يمكن أن تثبت إلا بوازع من الإيمان ووازع من الخشية للرحمن لا يعلمه إلا المتفضل به سبحانه وتعالى. إن القلوب الصادقة التي أقبلت على الله من بعد أدران المعاصي إذا بليت بوساوس الشيطان وخطراته وأعرضت عن تلك الوساوس حققت صدق محبتها لله وصدق محبتها في الله وصدق رجائها لله. إن القلوب التي أقبلت على الله من بعد تلك الفتن والمحن وآثرت ما عند الله على ما عند غيره وآثرت محبة الرحمن قد باءت من الله بالمحبة والرضوان. ولذلك يقول بعض العلماء: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. وهي حكمة مأثورة وفي القلوب مسطورة مجربة من الأخيار. من أقبل على الله فبلي بمعصية وخير بين الإقبال عليها والصبر عليها فآثر الصبر واحتسب عند الله، فإن الله عز وجل سيعوضه من الإيمان خيرا كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إن النظرة سهم من سهام الشيطان، من تركها لخشيتي عوضته إيمانا يجد حلاوته إلى لقائي. إن العيون إذا أعرضت عن محارم الله مع علمها بما تجده من اللذة ومن المتعة في تلك النظرة فإنها عيون تقربت إلى الله لحظة يسيرة وألم من الصبر، ولكن وراءه فوز من الله لا يخطر على العبد ببال. ولربما نظر العبد إلى حرمة من حرمات الله فتذكر الله عز وجل فغض البصر من خشية الله فعوضه الله إيمانا يكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة. لذلك إخواني، المعاملة مع الله رابحة، المعاملة مع الله والتجارة مع الله رابحة، فدعوة للصبر والمصابرة، وبالصبر ترفع الدرجات وتعظم الحسنات وتمحى الخطايا والزلات. فكم من عيون غضت عن محارم الله
محيت خطاياها في الماضي، وكم من قلوب أعرضت عما لا يرضي الله محيت خطاياها في الماضي، وكم من جوارح تحبب العبد فيها إلى الله فعرضت عليه شهواته وعرضت عليه معاصي الله، فآثر القرب عند الله فعوضه الله خيرا مما افتقد. لذلك إخواني الصبر سبيل للنجاة من المعاصي، دأب الأخيار وشأن الصالحين الأبرار، أولئك الذين يعلمون أن الله مراقب لأقوالهم وأفعالهم، فيخافون من الله أن يبلوا بمعصيته بعد الفوز بطاعته. ومن سبل النجاة من المعاصي تذكر الآخرة، من تذكر أنه إلى الله صائر وأن مصيره إلى الجنادل والحفائر، علم والله أن المعصية أهون من أن يلقى الله بها. والله لو أن أهل المعاصي نظروا إلى أسلافهم في القبور واللحود والدود لرأوا أهوالا وفتنا وشدائد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، كم لشراب الخمور من جرعات من جحيم وسقر نسوا فيها لذة المعاصي، كم للزناة والعصاة، كم لأولئك الذين آثروا محارم الله من شديد عذاب الله وأليم عقاب الله ما لم يخطر لهم على بال لو كشف عن القبور وأهوالها وكشف للعبد ما يجده العصاة من شديد عذاب الله وأليم عقوبة الله، فوالله لن يلتفت القلب إلى غير الله وطاعة الله. إن تذكر الآخرة، إن تذكر الموقف بين يدي الله عز وجل، من علم أن الله تبارك وتعالى سيسأله عن كل صغير وكبير وجليل وحقير، فوالله لن يعصي الله في لسانه، ولن يعصي الله في قدمه، ولن يعصي الله في يده، ولن يعصي الله في سمعه، ولن يعصي الله في بصره، لأن العبد إذا علم أن الله سيوقفه بين يديه، لو قال الله لعبد من عباده: عبدي ألم أمتعك بنعمة البصر حرمته سواك وتراه كفيفا أعمى لا يستطيع أن يرد إليه بصره أحد، امتننت عليك بهذه النعمة أما استحييت إذ تنظر إلى محارمي. ماذا يقول العبد لو وقف بين يدي الله فقال: يا عبدي أما تستحي إذا أعطيتك العافية ومتعتك بالصحة الغالية وتركت لك الأموال ووهبتك الأحفاد والأولاد، ما الذي عملت لي؟ فجاء بتلك المعاصي وتلك السيئات التي يسود بها عبد وجهه بين يدي الله عز وجل ويرى بها ما يسوء. والله لو أن العبد استشعر موقفه بين يدي الله وسؤال الله عز وجل إياه عن هذه الذنوب والمعاصي، لو تذكر العبد أن الله سيسأله عن ليله، لو تذكر العبد أن الله سيسأله عن نهاره، والله لأصبح جل همه وغمه محبة الله ومرضاة الله. لو علم أولئك الذين يسهرون الليالي إذ يسألهم الله عنها وعما يقولون فيها لتمنى الواحد منهم أن أمه لم تلده إذ يسهر تلك الليلة. فكم في تلك الليالي من معاص تنتهك بها حدود الله وتغشى بها محارم الله، فلو علم أن الله سيسأله عنها ما اقترف شيئا من ذلك. قال بعض العلماء: الغفلة عن الآخرة مطية إلى المعاصي، ومصداق ذلك في التنزيل إذ يقول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين أي الذي يكذب بالآخرة فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال العلماء: في هذه الآية الكريمة دليل على أن الغفلة عن الآخرة
هي السبب الذي أوقع العبد في معصية الله. وكذلك يقول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. أي والله لو أنهم ظنوا أنهم واقفون بين يدي الله والله سائلهم عما فعلوا ما أصابوا حدود الله. فلذلك إخواني، تذكر الآخرة، تذكر الموقف بين يدي الله عز وجل أعظم حاجز للعبد عن محارم الله عز وجل، ومن أسباب النجاة عن المعاصي، ومن أسباب النجاة من المعاصي تذكر العبد لعواقب المعصية الوخيمة. فلله عز وجل سطوات ونقم من عباده الذين عصوه يعتبر بها المعتبرون ويتذكر بها المتقون. كم لله عز وجل من سطوة قسم بها عبادا لم يخافوه. إن الله تبارك وتعالى من سننه أنه يمهل العبد ويسهل له السبيل، يسهل له السبيل إذا أراد، حتى إذا أصاب المعصية تولاه سبحانه بالستر. عل ذلك العبد أن ينكسر أمام نعمة الله، عله أن يتذكر عظيم منة الله عز وجل عليه، حتى إذا طغى وبغى واشتكت الأرض إلى الله من ذنوبه وعيوبه، واشتكى إلى الله عز وجل، واشتكت إلى الله عز وجل مما تجده من تلك المعاصي، جاءته من الله النقمة من حيث لا يحتسب. وكم من عباد عصوا الله فجاءتهم نقم الله وهم على معاصيه والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء: إدمان المعاصي سبيل لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فإدمان المعصية والرضا بها والاطمئنان إليها والمسير في طريقها سبيل مفض بالعبد إلى سخط الله عز وجل وغضبه. لذلك إخواني، فإنه ينبغي على العبد أن يقرع قلبه بقوارع الله عز وجل، أن يقرع قلبه بما يجده أهل المعاصي. كم من أجساد عزيزة النظرة جميلة سوية تمتعت بمحارم الله فأمهلها الله عز وجل إلى سطواته، فجاءتها الأسقام والعلل التي تمنت معها أن لم تصب حدا من حدود الله يوما من الأيام. لذلك إخواني، تفكروا، تدبروا، اعتبروا. والله تبارك وتعالى قص علينا في التنزيل قصص الذين عصوا ثم قال: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فمن نظر إلى نقم الله وشديد عذاب الله بمن عصاه فإن ذلك يزجر قلبه. ولذلك أثر عن بعض الذين بلوا بالمعاصي أنه وقف يوما من الأيام يريد أن يصيب حدا من حدود الله، وقد رأى من قبله فخرج الذي قبله عن تلك المعصية فما طفق على قدميه والعياذ بالله حتى أتاه الموت وعاجله والعياذ بالله. فلذلك إخواني، إن لله سطوات، إن الله غيور على النعم. لا يحسب رب المال أن الذي آتاه المال غافلا عنه، ولا يحسب من أعطاه الله الصحة ومتعه بالعافية أن الذي وهبها غافل عما يقابله بها. ومن أسباب النجاة من المعاصي أن يمر الإنسان على دور القبور، وأن يمر على أصحاب الأسقام والعلل والأمراض، عل القلب أن ينكسر لخشية الله تبارك وتعالى، وأن يتفكر ويتدبر فيؤوب إلى الله عز وجل ويقبل عليه. إخواني،
جماع الأمر كله، جماع الأمر كله أن يتوجه العبد إلى الله بصدق وإخلاص، وأن يأخذ بالأسباب الموجبة للبعد عن محارم الله، وأن يتعرف على سنن الله في من عصاه، فإن ذلك فيه أعظم زاجر للقلوب عن معصية علام القيوب. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يوجب لنا النجاة من معصيته، وأن يجعلنا من خاصة أوليائه وعباده المقربين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكتب ذلك في ميزان حسناته، وأن يغفر لنا ويرحمنا برحمته الواسعة. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل الأول: يا شيخ، ما هو العلاج لشاب يرتكب إحدى معاصي الشهوة ثم يتوب ويندم ويعزم ألا يرجع لذلك، ولكن ما هي إلا أيام قلائل فيعود إليها، ثم يتوب ويندم من قلبه ولكنه يعود لذلك وهكذا، فهو يعيش الآن في حياة الله أعلم بها، أرجو العلاج سريعا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسأل أخي في الله عن داء بليت به ومعصية ابتلاك الله عز وجل بها، كلما نجوت منها دعاك الشيطان إليها فاقترفتها بعد ذلك. أولا، ينبغي عليك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بك خيرا بالتوبة، فاستدم التوبة، حافظ على التوبة، وإياك والقنوط من رحمة الله، إياك واليأس من روح الله عز وجل. ولذلك لو عاودك الشيطان فعد، واصدق مع الله عز وجل في العود، واشتكي إلى الله عز وجل ما تجده. أول ما أوصيك به أن تطبق ما سبقت الإشارة إليه، أن تشكو إلى الله حالك، وقل بلسان حالك ومقالك: إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك من هذه المعصية أن أبلى بها بعد العافية. وأما الأمر الثاني، لا بد لهذه المعصية رجوعك إليها وابتلاؤك بها ثانية، لا بد من وجود سبب، وهذا السبب ينبغي عليك أن تعالجه، فإن كان قرين سوء ينبغي عليك أن تبتعد عنه، وإذا كانت هناك أشياء تحببك في المعصية كالنظرة والصور وغير ذلك من الأمور التي تحبب إلى معاصي الله عز وجل، فعليك أن تبتعد عنها، وأن تحاول قدر استطاعتك ألا تقترب منها، فإن العبد إذا أراد الله عز وجل أن ينجيه من المعصية وفقه للأخذ بالأسباب التي توجب بعده عنها، ووفقه لترك الأسباب التي توجب قربه منها. فإياك أخي، ثم إياك وما يدعوك إليها. وأهم شيء أوصيك به أن تتذكر وأن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل غيور على هذا الحد الذي أصبته، وأن الله تبارك وتعالى قد يبتليك ثانية، فما عليك إلا أن تصدق في ترك تلك المعصية، فإن جاءتك الوساوس والخطرات فادفعها بالعوذ بالله عز وجل من شرورها، ادفعها بذكر الله عز وجل، ادفعها بالفرار إلى مجالس الأخيار والجلوس مع الأبرار والأنس بالعلماء، ادفعها بأن تجلس مع من يعينك على ترك تلك المعصية، ادفعها بأن تزور الذين تذكرك زيارتهم بالله عز وجل وتوجب لك البعد عن هذا الحد الذي بليت به. المقصود أن تنظر في الأسباب التي توجب ابتلاءك بهذه المعصية، وأن تبتعد عن تلك الأسباب التي هي أهم شيء يدعو العبد إلى إصابة حد الله، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ورد أن التوبة لا تكون إلا لمن أذنب بجهالة، فما رأي فضيلتك في هذه المقولة، وكيف تكون هذه الجهالة؟ هذا القول قد التبس عليه الأمر، صاحب هذا القول التبس عليه الأمر، ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين عملوا السوء بجهالة، وفهم من الآية أنه يعمل السوء وهو جاهل أنه حرام، وليس المقصود من الآية ذلك، وإنما المقصود من الآية الذين عملوا السوء بجهالة، أي مع جهالة، فالجهالة في السوء نفسه، والجاهلية في فعل المعصية نفسها. فالمراد من الآية أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا أن من بلي بالسوء وبلي بالجهل بإصابة حد من حدود الله فإن الله يتوب عليه، هذا المقصود من الآية، وليس المقصود من الآية أن الله لا يغفر إلا لمن عمل الذنب وفعله وهو جاهل به، لا، بل إن الله تبارك وتعالى يتوب على من علم أن المعصية معصية ومن علم أن المعصية ليست بمعصية، والله تعالى أعلم. سائل يقول: أشرت غفر الله لك إلى قرناء السوء، فما رأيك أنني أصاحب الطيبين بسماهم الظاهرة وأجدهم يغتابون العباد ويحسدونهم ويحقدون عليهم ويمشون بالنميمة وهم من نراهم صالحين ولا نزكي على الله أحدا وذلك إلا من رحم الله؟ أخي في الله، شكوت من داء مرير يبلى به كثير من عباد الله ولا ينجو منه إلا من سلمه الله عز وجل. الغيبة والنميمة واستباحة أعراض المسلمين، هذا من أعظم البلايا والرزايا التي يبلى بها العبد، ولربما أن الإنسان يصلي يومه، يصلي ويصوم يومه ويتعبد الله عز وجل، ولكن يصيب من الغيبة والنميمة سيئات وأوزار تأتي على جميع حسناته. إخواني، والله لو يعلم الإنسان عظيم الداء الذي في اللسان لأحب أن هذا اللسان يقطع منه، من عظيم ما يجد من البلايا وشديد ما يجد من معاصي الله عز وجل التي تقترف بهذا العضو اليسير. لذلك يا إخواني، ليس الصلاح في الظاهر وليس الصلاح في الصور، ولكن الصلاح في الجواهر والظاهر. بعض من الناس يقول الصلاح في القلوب فقط، وبعضهم يظن أن الصلاح في الظواهر فقط، والحق أن الصلاح في الظاهر والباطن. الصلاح أن يكون عندك قلب يزعك عن محارم الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وكم من كلمات يسيرة اغتبت بها عبادا لله عز وجل حرمتهم عند الله عظيمة كالعلماء وطلاب العلم، فبؤت بخسارة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. إخواني، ينبغي علينا إذا أردنا أن نتكلم أن يعرف الإنسان إذا تكلم أين يضع لسانه، وأن يتقي الله عز وجل في لسانه، وأن يتذكر الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، وأن يحمد نعمة الله على العافية، وأن يستحي من الله أن يحارب الله بنعمة الله. فلذلك أخي في الله، أدعوك أولاً أن تنصحهم وأن تبين لهم الخطأ الذي بلوا به، والأمر الثاني إذا لم ينتصحوا ألا تجلس معهم، فإن الإنسان إذا جلس مع من لا خير فيه قد يبتلى بشره والعياذ بالله. فالمعاصي تعدي كالأجرب يعدي الصحيح، فينبغي لك أخي في الله أن تذكرهم بالله عز وجل، وكذلك أيضا أنت إذا رأيت منهم الإنابة فأحبهم وودهم، وإذا رأيت منهم الإصرار على المعصية فاتركهم ويعوذك الله خيرا منهم، والله تعالى أعلم. سائل يقول: أنا زنيت وأنا ملتزم ولكن لجأت إلى الله، ولكن هناك إبليس لعنه الله والعياذ به والعياذ بالله منه يذكرني بفعلتي حتى يحرك شهوتي، وأنا صغير عمري 15 عاما، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ أخي في الله، اتق الله عز وجل في نفسك،
والله لو يعلم الزاني أي حد انتهك وأي حرمة جاوز لأشفق على نفسه. لو يعلم الزاني ذلك الماء الذي أفسد به حرث غيره، لو يعلم الزاني ما الذي أدخل من ذلك الغريب الذي يستبيح الطعام والشراب ويستبيح النظر إلى حرمات لا يحل له النظر إليها، لو يعلم من زنى بالمرأة فأولدها فبقي ذلك الولد يطعم من طعام غيره ويكتسي من كسائه ويشرب من سقائه وينظر إلى محارمه، كم له من الذنوب في ذلك لأشفق والله على نفسه. وإني لا أؤيسك من رحمة الله ولا أقنطك من رحمة الله، بل أقبل على الله عز وجل واعلم أن الحد الذي أصبته عظيم، وأنه ينبغي عليك أن تبكي بكاء الصادق المنيب إلى الله عز وجل، وأن تشكو إلى الله سبحانه وتعالى هذا البلاء الذي بليت به. اتق الله وتذكر لو كانت أختك، لو كانت أمك، لو كانت ابنتك، فإنك تربأ بنفسك عن فعل ذلك. فاتق الله أخي في الله في أعراض المسلمين، اتق الله في نساء المؤمنين، اتق الله في حدود الله، اتق الله في محارم الله. الله الله أن ينتقم الله عز وجل منك فتبلى ببلية تود أن أمك لم تلدك حتى تصيب ذلك الحد من حدود الله. إخواني، إن الزنا داء عظيم وبلاء عظيم، ولو يعلم الزاني عظيم ما أصاب من حد الله لأشفق والله على نفسه. فليتق الإنسان، ليتق الله عز وجل أن يصيب هذا الحد، وأن يستحي من الله أن يلقاه يوم يلقاه بزنية، أو يلقاه يوم يلقاه بحد، أو يلقاه يوم يلقاه بفراش مؤمن قد أفسده على غيره. وليتق الإنسان ربه في جماله، وليتق الله الإنسان ربه في جماله وصحته وعافيته، وأن يستحي من الله عز وجل وقد أصاب حده. أخي في الله، أدعوك للإقبال على الله، أدعوك أن تحصن فرجك بالمباح وبما أحل الله عز وجل، أدعوك أن تستغني بالحلال عن الحرام، أدعوك أن تتزوج فتعف نفسك بالحلال، فإذا لم تستطع فعليك بالعلاج النبوي بالصوم فإنه لك وجاء، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يخرج أهل المعاصي كحالق اللحية ومسبل الإزار وصابغ اللحية بالسواد؟ ما رأيك في من يخرج هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إخواني في الله، تكفير المسلم لا يجوز إلا ببينة، وحكم الإنسان على الغير بكونه كافر ينبغي أن يكون بحجة من الله ورسوله. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا قال لأخيه يا كافر باء به أحدهما، باء بتلك الكلمة أحدهما والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في تكفير إخوانه المسلمين. أما المعاصي، المعاصي على ثلاثة أقسام: القسم الأول صغائر، والقسم الثاني كبائر، والقسم الثالث كفر وخروج من الملة. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه الأقسام بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثلاث مراتب: المرتبة الأولى صغائر الذنوب، والمرتبة الثانية كبائر الذنوب التي لا توجب الكفر، والمرتبة الثالثة كبائر الذنوب المخرجة من الملة. فليس حلق اللحية ولا إسبال الثياب ولا غير ذلك من كبائر الذنوب التي لم ينص الشرع على كفر الإنسان بها موجبة للخروج من الملة. فينبغي للإنسان أن يفقه عن الله ورسوله. إن الحكم على الإنسان بالإيمان والكفر مرده إلى الله ورسوله، وينبغي علينا إذا أردنا أن نصيب الحق أن نرجع إلى العلماء، وأن نسأل أهل العلم، وأن لا نطلق العنان لألسنتنا في تكفير من شئنا. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحكم على الإنسان بالكفر أن يرجع إلى أهل العلم،
قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكبائر الذنوب لا توجب الخروج من الملة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أنه عليه الصلاة والسلام عد عددا من الكبائر ولم يوجب خروج الإنسان بها من الملة. فالقتال، قتال المسلمين بعضهم لبعض عند الشبهة، لا يوجب الخروج من الملة. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الأحاديث الصحيحة، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه عد عددا كبيرا من كبائر الذنوب ولم يعتبره موجبا للخروج من الملة. فالمقصود يا إخواني، ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يكفر أن يرجع إلى أهل العلم، وأن يسأل أهل العلم عن هذه المعصية، هل هي من جنس المعاصي التي توجب الخروج من الملة أو لا توجبه؟ والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل جفاف الدمع يعني قسوة القلب؟ وكيف النجاة؟ جفافه؟ جفاف الدمع ليس دليلا على قسوة القلب. فالناس على أقسام، قسم منهم جعل الله خشوعه في قلبه وفي عينه، فيرق القلب عند سماع القرآن وتذرف العين عند سماع آيات الله، وهذا بخير المنازل. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا القسم بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فجمع الله لهم بين خشوع القلب وخشوع العين. والقسم الثاني من الناس أعطاه الله عز وجل خشوع القلب ولم يعطه خشوع العين، فلربما يسمع الآية فيجل لها فؤاده ويضطرب لها جنانه ويجد لها أثرا بليغا في فؤاده وقلبه، ولكن عينه لا تدمع. وهذا القسم على خير عظيم، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد يبتلي العبد فيجعله خاشعا في عينه، فيبتلى بالرياء في خشوع العين. ولذلك من رزقه الله خشوع القلب وحرمه خشوع العين فهو على خير، لأن الله عصمه من فتنة الرياء. فكثير من الشباب قد يتهم نفسه بأنه غير خاشع وأنه كذا، وأن ويأتيه الشيطان من هذا الباب، ولربما يصل إلى الحكم بنفسه بأنه ليس بمؤمن لأنه لا يتأثر بالقرآن، والمؤمن يتأثر بالقرآن. وهذا كما قلنا من الناس من رزقه الله خشوع القلب ولم يرزقه خشوع العين. والعبرة إخواني أن يخشع القلب فيحبس الجوارح عن محارم الله عز وجل. ما الفائدة إذا خشع القلب ودمعت العين وأصاب العبد حدود الله عز وجل ومحارمه؟ لا فائدة. ولكن الفائدة أن يخشع القلب وأن يقوم من ذلك المجلس الذي سمع القرآن فيه يعاهد الله عز وجل على محبته ومرضاته. وهذا موجود في كثير من الأخيار، إذا صلى الصلاة فسمع آيات تقرع القلوب، فيها ذكر لله تبارك وتعالى، فيها ذكر الجنة والنار، أوجب ذلك له من الخشوع، ولربما تبقى معه الآية الأسبوع، ولربما تبقى معه شهرا كاملا يتحدث بها. هذه هي القلوب الصادقة. فأصل الخوف ما حبس عن محارم الله عز وجل، وأصل الخشية ما كف العبد عن معاصي الله عز وجل. وأما خشوع الظواهر من جريان الدمع من العين فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وله الحكمة البالغة في المنع والإعطاء، والله تعالى أعلم. أسئلة كثيرة حول العادة السرية، منهم من يسأل هل هي معصية، ومنهم من يسأل يقول هل هي من الكبائر كبائر الذنوب، ومنهم من يسأل ويقول كيف أنجو من هذه العادة، أفيدونا أثابكم الله. أما العادة السرية كما تسمى أو الاستمناء، وهو طلب المني باليد ونحوه، فهي حرام، ودل على حرمتها دليل الكتاب، قال الله تبارك وتعالى:
في صفات عباده المتقين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فوصف الله تبارك وتعالى كل من قضى لذته وشهوته بغير هذا السبيل الذي أباحه بأنه معتدي، والعدوان لا يكون إلا بمعصية الله. لذلك فإن العادة السرية تعتبر حراما، وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. وأما هل تعتبر من كبائر الذنوب أم لا تعتبر، فهذا أمر أتوقف فيه، فليس عندي فيه نص ولا برهان، وأقول الله أعلم. لأن ضابط الكبيرة عند أهل العلم كما هو مذهب عبد الله بن عباس، واختاره بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن حزم رحمه الله، أن الكبيرة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، أن الكبيرة كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بعقوبة أو حد في الدنيا ونحو ذلك، كالغضب واللعنة ونفي الإيمان ونحوه، فهذه هي الكبيرة. وأنا لا أحفظ نصاً يدل على أن من فعل هذا الشيء فإن مآله حصول غضب من الله أو لعنة من الله، غاية ما دلت الآية على الاعتداء، وهو وصف مطلق يصدق على الصغيرة ويصدق على الكبيرة. لذلك أقول الله أعلم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ أدامك الله وأبقاك، أنا امرأة ضعيفة الحال آخذ الزكاة من الناس، هل تجب علي الزكاة أم لا؟ أفيدوني أدامك الله. إذا أخذت من الصدقات وبقيت تلك الصدقات معك وكانت قد بلغت نصابا وحال عليها الحول، فإنه تجب الزكاة عليك، وبملك هذا القدر تخرجين عن وصف المستحق للزكاة، ومن ثم لا يجوز لك أخذ تلك الزكاة ولك أخذ الصدقات إن احتجت إليها، والله تعالى أعلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشهد الله أنني أحبك في الله. والسؤال يقول: تقع أبصارنا بصورة دائمة على كثير من النساء المتبرجات، ففي الشارع نشاهد ذلك وفي كثير من الأماكن العامة، وننظر إليهن بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأورثتنا هذه النظرات قسوة في القلب، فماذا نعمل إذا كان هذا عملنا؟ أفيدونا في ذلك. أخي في الله، إذا حملت هذه الأمانة ونيطت بك هذه المسؤولية فجاهد وصابر واصطبر، والله معين لك في ذلك كله. فإن كان الأمر ما ذكرت فإنك لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنك أن تصيب حدود الله وتقع في محارم الله، وحينئذ ينبغي عليك ترك ذلك الأمر والبعد عنه، لأن الإنسان لا ينجي غيره ويهلك نفسه. وأما الحالة الثانية وهي أن تملك زمام نفسك وتكبح جماح شهوتك، ففي هذه الحالة اصبر وصابر، والله معين لك، وكل نظرة غضضت بها عن محارم الله فالله يأجرك على ذلك خير الجزاء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل العيون دامعة أو باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. فالله تبارك وتعالى قد يبتليك بهذا العمل ويجعل لك كلما غضبت درجة عنده وفوزا من كرامته ورحمته، فإذا غلب عليك أنك تستطيع الصبر وحبس النفس عن محارم الله فاستعن بالله، وأعانك الله على ذلك، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، والله تعالى أعلم. سائل يقول: لقد قلت أن من أسباب تجنب المعاصي معالجة الأسباب، وقلت سببا واحدا منها وهو رفقاء السوء،
فما هي الأسباب الباقية؟ ولعله لم يسمع بقية الكلام فضيلة الشيخ. لا أقول أجل بيتا من بيوت الله عن أدرار ورذائل لا يعلمها إلا الله. فالقلوب واعية والنفوس عالمة وليس الحال بخاف، والإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان له بصيرة على نفسه. ماذا أقول من الأسباب؟ أو أقول عن هذه الفتن والمحن أبث أشجانا وأحزانا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى؟ أقولها فأقسي القلوب؟ أقولها فأذكر بماض سحيق مؤلم؟ ماذا أقول؟ حسبي أن أقول لك إنها أسباب وأي أسباب، والإنسان عالم بها. والله لو فصلت لنفرت القلوب عند سماعها، ولو ذكرت لنفرت الطباع السليمة من بيانها. فلذلك أخي في الله أسبابها كثيرة، والناس يختلفون في أحوالهم. فالغني أسبابه ليست كالفقير، والفقير أسبابه ليست كالغني، والجليل أسبابه ليست كالحقير، والحقير أسبابه ليست كالجليل، وكل على نفسه بصيرة. فلذلك أخي في الله الأسباب تكون مع الإنسان وهو فريد وحيد، مع الوساوس والخطرات، مع المجلات والصور، مع المجلة الفاتنة والصورة الفاتنة، مع الشريط الفاتن والمغني الماجن، وغير ذلك من الأمور الداعية إلى محارم الله عز وجل ومعاصي الله. فأنت أخي في الله قد أدركتك الغيرة إن شاء الله، ولكن أقول حسب الإجمال، حسبي من الإجمال ما يغني عن البيان والتفصيل، والله تعالى أعلم. سائل يقول إني أحبك في الله، وبعد يقول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية، ويقول تعالى فمن أشرك فقد حرم الله عليه الجنة الآية. السؤال: هل من يشرك بالله ليس له توبة أم له توبة؟ وهل هو خالد في النار بتحريم الجنة عليه ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ وجزاكم الله خيرا. أما الشرك بالله والعياذ بالله فهو الموجبة الكبرى، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه إذا مات عليه. أما إذا تاب في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. وقد قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال في أهل الشرك وعبدة الصليب من النصارى قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فدل هذا على أن الإنسان لو أشرك بالله والعياذ بالله ثم تاب من الشرك قبل الموت فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما كان. فهذه النصوص الصحيحة الصريحة من كتاب الله عز وجل تدل دلالة واضحة على أن الله يغفر الشرك لصاحبه إذا تاب منه. أما إذا مات على الشرك والعياذ بالله فإنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله، حسبه جهنم يصلاها وبئس المصير. فإذا مات الإنسان والعياذ بالله على الكفر والشرك فإنه والعياذ بالله خالد مخلد. وفي حكم الشرك بالعبودية مع الله الكفر، وأعظمه ما بلينا به في هذه الأزمنة، وهي المعصية العظيمة التي بلي بها كثير، فربي عليها الصغير ونشأ عليها الكبير، سب الله والاستهزاء بالدين. هذه المعصية العظيمة التي لو علم الإنسان شديد وقعها عند الله تبارك وتعالى لتمنى أن أمه لم تلده حتى يتلفظ بتلك الكلمات التي قالها. لذلك فإن الإنسان إذا مات على أحد الأمرين الكفر والشرك فإن الله لا يغفر له ذنبه، وهو خالد مخلد في النار، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة التي سبق بيانها، والله تعالى أعلم. أما قولك أخي أنه يموت على الشرك
وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا ما يتفق، إما إيمان أو شرك. فلا يغر الإنسان، بعض الناس قد يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله من دون الله، هذا ليس بإيمان. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلذلك لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب أحد، لا يجتمع الإيمان والكفر، إما إيمان بالله خالص وإما كفر والعياذ بالله. فالمقصود أن قولك وفي قلبه إيمان هذا لا يستقيم، بل الإيمان لا يكون إلا بتجريد الوحدانية لله تبارك وتعالى والعبودية، والله تعالى أعلم. نستمع للأذان إن شاء الله. أيها الإخوة، هناك بشرى سارة إن شاء الله نزفها لكم بعد صلاة العشاء مباشرة، بشرى سارة لمدينة جدة تنطلق إن شاء الله على أسماعكم من جامع الملك سعود بعد صلاة العشاء إن شاء الله، فلتتأهبوا لسماعها، فإنها بشرى لكل قلب مؤمن إن شاء الله. أحد الأخوة يستدرك على سؤال العادة السرية، يقول: لقد أجاب الشيخ عن حكم العادة السرية وهل هي من الكبائر، ولكن ما أجاب فضيلته ما هي طريق النجاة من هذه العادة، أرجو بيان ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما الذي كنا فيه من المغرب؟ النجاة من المعاصي، والنجاة من المعاصي إذا بينا أن الاستمناء معصية من المعاصي، فالنجاة من الاستمناء داخل في ذلك، فرحمك الله وغفر لي ولك، والله تعالى أعلم. سائل يقول: لقد قال بعض العلماء أنه يجوز تبرج المرأة والغناء وأن الغناء حلال، هل أفعل هذا ويكون حلالا؟ أرشدني أثابك الله. أختي في الله، أما التبرج فإنه حرام على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتبرج من بيتها، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، ينبغي عليها أن تقر في القرار الذي أمرها الله عز وجل أن تقر به. قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالخروج من البيت لغير حاجة حرام على المرأة، ذلك أن الإسلام يراعي سد أبواب الفتن المفضية إلى محارم الله تبارك وتعالى. فلو فتح الباب لخروج المرأة من حال لغير حاجة فإنها ستلهي القلوب المفتونة، وتكون أعظم داعية لمحارم الله عز وجل بخروجها. وقد نص العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز، بعض العلماء عند تفسيره لهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز للمرأة أن تدمن الخروج لغير حاجة. وأما مسألة الغناء فإن الغناء على حالتين: أن يكون بآلات المعازف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف والقيان، ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. فالغناء بالمعازف حرام، وأما التغني بالشعر فإنه على حالتين: إما أن يكون على وجه يدعو الإنسان للوقوع في الحرام فهو حرام، وأما إذا كان على النشيد الذي يكون عند وجود الحاجة كالسفر وبناء الدار ونحو ذلك فإنه لا حرج فيه، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مع الصحابة وهم يبنون المسجد ويرتجزون قولهم: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأولي بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا بلغوا أبينا يقول: أبينا أبينا، ويرفع بها صوته. وفي الحديث الصحيح أنه دخل يوم فتح مكة وعبد الله بن رواحة آخذ بخطاب دابته صلوات الله وسلامه عليه، يرتجز بقوله: خلوا بني الكفار عن سبيله،
اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن نقيله. فهذا كله بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمسمع منه، فدل هذا على أن النشيد إذا كان عند الحاجة لا حرج منه، وأما التوسع في ذلك والتغني والتطريب وجعل ذلك كوسيلة معينة للدعوة ففي النفس منه حرج كبير. وأرجو أن يقتصر الإنسان على كتاب الله وسنة رسول الله، ففيهما الغناء لمن أراد أن يستغني، والله تعالى أعلم. سائل يسأل سؤالا عاما يقول: ما حكم التعامل مع اليهود أو النصارى؟ أفيدوني أثابكم الله. التعامل مع اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي. فإن كان في أمور الدنيا التي هي محض المصالح الدنيوية فإنه يجوز للإنسان أن يتعامل معهم وأن يتخذ من معاملته معهم وسيلة لدعوته إياهم إلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في صاعين من شعير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نقله عن بعض أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المعاملة مع أبي بكر وعثمان وغيره من أفاضل الصحابة الأغنياء، ترك المعاملة معهم وذهب إلى اليهودي واستدان منه ووضع الدرع عنده أمانة لكي يشرع للأمة جواز المعاملة في أمور الدنيا. لكن ينبغي ذلك أن يكون في الحدود التي أمر الله عز وجل أن يلتزمها المسلم، وأن يتخذ الإنسان وسيلة معاملته في الدنيا وسيلة للدعوة إلى الله. فإذا بليت بالكافر في عمل أو في وظيفة تعامله في حدود الوظيفة في الظاهر، وأما الباطن فإنه يجب عليك ألا تسكن قلبك حبه أبدا إلا أن يسلم. ففي الظاهر تعامله ولا حرج، تعامله في حدود عمله. وهنا أنبه أن بعض الناس قد يعامل الكافر فيظلم الكافر أثناء معاملته، يكون معامل تحته فيظلمه في تقاريره أو يظلمه في شيء ما، وهذا لا يجوز. لا يجوز إذا كان الكافر تحت المسلم أن يعامله إلا أن يعامله بأمانة لا يظلمه، لأن هذا الظلم سيعطي صورة عن الإسلام سيئة. ولذلك ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى يهود خيبر لكي يخرص النخل، كان نخل خيبر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فكان يرسل عبد الله بن رواحة لكي يخرص النخل. فجاء عبد الله وجمعوا له ذهبا، فلما جاء قالوا: خذ هذا الذهب وخفف عنا، يعني بدل أن تقول 100 صاع قل 50 صاع، يدعونه والعياذ بالله لغش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: اجتمعوا لي معشر يهود. فاجتمعوا فقام فيهم خطيبا وقال: والله يا معشر يهود ما خلق الله وجوها أبغض إلي منكم، وإن بغضي لكم لا يحملني أن أحيف عليكم، يعني بغضي لكم لا يحملني أن أظلمكم في الخرص بل أعطيكم حقكم كاملا. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن الإسلام دين عدل ولا يأمر بالظلم. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملكم بغضكم لأهل مكة أن تعتدوا حدود الله عز وجل. والآيات في هذا واضحة في الدلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا عامل غيره أن يعامله بأمانة ونصح. وأما الأمر الثاني معاملة في أمور الدين، فإنه ينبغي عليك أن تدعوه بالتي هي أحسن، وأن تذكره بشرع الله، وأن تحاول أن تأخذ بناصيته عن النار الموعود بها إذا بقي على دينه المحرف. ففي هذه الحالة إذا التزمت هذا المنهج من دعوته إلى الله عز وجل وسار فبها ونعمت، وإن أبى فأعرض عنه، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما هي أحسن طرق الدعوة إلى الله، وما هي الأساليب الناجعة في الدعوة؟ وسؤال آخر مقارب يقول:
هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما المسألة الأولى وهي صفات الداعية وما ينبغي أن يكون عليه الداعية، فإنه ينبغي عليه أن يتأدب بآداب القرآن، وأن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويلم بها لكي يستلهم الأخلاق والآداب الفاضلة التي ينبغي أن يكون عليها من أراد أن يسير على منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فأول ما ينبغي عليه بعد أن يتفقه ويعلم أمور دينه أن يلتزم بالأخلاق الفاضلة من الرفق واللين، وأن ينظر إلى حال القوم الذين يريد أن يدعوهم. قال بعض العلماء في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال بعض العلماء: قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب فيه دليل على أنه ينبغي على الداعية أن يكون عالما بحال القوم الذين يدعوهم. فلذلك أدعوك أن تنظر إلى حال القوم، فإن كان القوم ينفع فيهم ترقيق القلوب والترغيب والدعوة باللطف، ففي هذه الحالة التزم ذلك الأصل وسر عليه ولك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذخيرة كاملة تعينك على إصابة ذلك وتحقيقه. وأما إذا كانوا من قوم على العكس لا يقرعهم إلا قوارع التنزيل، ويحتاجون إلى أسلوب الرهبة والزجر والتخويف بالله عز وجل والترهيب من شديد عذابه وأليم عقوبته، فحينئذ التزم ذلك الأسلوب معهم، فسر مع القوم حيث ساروا واسلك معهم المنهج الذي يغلب على ظنك تأثيره فيهم. وأما الأمر الثالث فأدعوك بالصبر، أدعوك إلى الصبر واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لما دعا لقمان ابنه لكي يدعو إلى الله قال له: واصبر على ما أصابك، فاعلم أن الطريق صعب، وأن طريق الأنبياء وخلفاء الأنبياء من العلماء وورثة العلماء العاملين فإنه صعب، ولا ينبغي للإنسان أن يضجر أو يمل إذا رأى من يسفه رأيه أو يستهجنه أو يؤذيه بالكلام أو نحو ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الساحر والأفاك الأثيم ومات وهو سيد الأولين والآخرين. فاصبر أخي في الله واحتسب الأجر عند الله، وكن صادقا في دعوتك حليما رفيقا مؤتسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، والله تعالى أعلم. وأما مسألة هل وسائل الدعوة توقيفية أم هي اجتهادية، هذا أمر ينبغي أن ينظر فيه. هل مقصودك بأساليب الدعوة الأمور التي يستعين بها الداعية، يعني مادة الدعوة؟ فمادة الدعوة توقيفية، مادة الدعوة توقيفية وهي الكتاب والسنة، لا يدعو الإنسان إلا بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال بعض العلماء: الحكمة القرآن والسنة، لأن الله أحكم فيهما الأمور. فإذا كان الإنسان يريد أن يصيب مادة الدعوة فمادة دعوة الكتاب والسنة. وأما كون هناك بعض الوسائل التي يفعلها البعض هذه لا تعتبر وسائل دعوة على الإطلاق. هناك فرق بين وسائل الدعوة الخاصة في بعض الأحوال الخاصة وبين وسائل الدعوة المضطردة. وسائل الدعوة المضطردة ينبغي أن يلتزم الإنسان فيها بأصل الشرع، وأن يهتدي بهدي السلف الصالح رحمهم الله، لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه. وأما كون الإنسان إذا جد في وسائل تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة كوسائل الجرائد الآن، هذه وسائل مستحدثة ونعتبرها وسيلة دعوة، إذا سخرت للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الشريط النافع هذه تعتبر من وسائل الدعوة، ولكنها مقصورة في زمن دون زمن. فالمقصود أن مادة الدعوة توقيفية،
وأما وسائل الدعوة فهذه أمور تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وليس معنى ذلك أننا نتوسع في هذا الباب فنقول يمكننا أن ندعو إلى الله بالكرة، ويمكننا أن ندعو إلى الله بالسباحة، ويمكننا أن ندعو إلى الله بالمسابقات. لا، هذا لا يعتبر من الدعوة إلى الله. أنت الآن حينما تأتي بقوم وتتركهم يلعبون الكرة، لعبوا ساعة كاملة، كيف تقول دعوتهم إلى الله ساعة كاملة؟ ما يمكن هذا، هذا خلط، هذا لا يسمى أسلوب دعوة، هذا لا يسمى أسلوب دعوة، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين. عندك شاب لا سمح الله إذا تركته ولم تقربه منك ذهب إلى المخدرات، إلى المسكرات، إلى فعل الفواحش والموبقات، فأخذته وأضعت وقته في لعب كرة أو شيء من اللهو المباح، فإنه لا يسمى أسلوب دعوة، هذا ليس بأسلوب دعوة. الدعوة أن تجذبه إلى الله ورسوله، وهذا لا يكون إلا بالكتاب والسنة فقط، وليس لا ثالث لهما. فهناك بعض من الشباب يقول من وسائل الدعوة الكرة، ومن وسائل الدعوة السباحة. هل أثناء السباحة يجلس يسبح الله ويستغفر؟ لا، الدعوة أن يخرج العبد بعد تلك الوسيلة على منهج الكتاب والسنة. ينبغي أن نفرق، ولذلك كثر الجدال، هل الكرة من وسائل الدعوة أم ليست من وسائل الدعوة؟ الكرة ليست من وسائل الدعوة، ولا ينبغي أن يختلف اثنان أنها ليست من وسائل الدعوة، لكن كونك في بعض الأحوال وبعض الظروف والمناسبات بقدر في بعض الشباب تريد أن تشغل وقتهم بها، وتعلم أنهم إذا لم يشتغلوا بها وقعوا فيما هو أدهى وأمر، فهذا لا حرج فيه، لكن لا يسمى أسلوب دعوة، هذا لا يسمى أسلوب دعوة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما مر على القوم وهم يشربون الخمر على التتر وهم يشربون الخمر، وأراد أحد طلابه أن ينكر عليهم، قال أسكت، إن هؤلاء إذا شربوا الخمر لهوا عن دماء المسلمين. فكان سكوتهم عن الإنكار من باب ارتكاب أخف الضررين، هذا لا يسمى أسلوب يعني بذاته. فالمقصود أنني أحب أن يتنبه الإخوان للفرق بين الأمرين، وإذا أردنا أن نختلف بمسألة فأحب أن يرجع ذلك إلى العلماء حتى يستطيع إذا الإنسان أن يلم بالأمر على حقيقته. والله تعالى أعلم. سائل يقول نريد منك أن تفصل لنا مسألة الاتباع والتقليد بالنسبة لطالب العلم الذي له قدرة على البحث، فكيف يعمل إن كان عنده مراجع أو إن لم يكن عنده مراجع؟ وهل يعتمد طالب العلم في هذا الشأن على ثقافة الأشرطة المتقاطعة والمتباينة؟ وجزاكم الله خيرا. أما مسألة الاتباع والتقليد، فاعلم رحمك الله أن الناس على ثلاث طوائف كما قسمهم أهل العلم رحمهم الله، وأشار إلى هذا التقسيم الحافظ ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع وغيرهما من أهل العلم، فهم على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى عوام لا يفقهون عن الله ورسوله، والطائفة الثانية أئمة مجتهدون أصابوا شرط الاجتهاد وأهليته، والطائفة الثالثة مترددة بين الطائفتين، وهم طلاب العلم الذين يفقهون نوع فقه ويفهمون نوع فهم. فأما العوام فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن العام ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم، ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم، وأن يتخير من أهل العلم من يثق في دينه وأمانته ويلتزمه إذا شاء، يسأله إذا نزلت به النوازل. واحتجوا لذلك بقول الحق تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا: فقد علق الله عز وجل الأمر على وجود الجهل وهو عدم العلم، فأمر من لم يعلم أن يرجع إلى العلماء. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في قصة الرجل قتلوه قتلهم الله: هلا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، يعني إنما شفاء الجهل السؤال. فلذلك أخي، هذا النوع من الناس وهم العوام أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن عليهم الرجوع إلى العلماء. ويبقى الإشكال في مسألة معروفة عند الأصوليين، وهي إذا وجد أكثر من عالم
فيقولون ينبغي لهذا الجاهل العامي أن يتخير أقربهم صلاحا في نظره وأقربهم للخير في نظره، وهي المسألة التي يلغزون فيها ويقولون عامي يجتهد. فالعامي ليس من أهل الاجتهاد، لكن يجتهد بمعنى يغلب على ظنه أن فلان هو أوثق العلماء فيجلس معه ويسأله ويلتزمه ما أمكن. أما النوع الثاني وهم الذين طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، فهؤلاء لهم أن يقرأوا العلم على يدي العالم، وأن يأخذوا من العالم علمه ويلتزموه بالدليل، بمعنى إذا ذكرهم العالم الدليل التزموا قوله، فإن وجدوا قولا آخر يخالف قول العالم الذي أفتاهم به فإنهم في هذه الحالة يراجعون العالم بذلك القول، فإن أجاب عن ذلك القول فلا إشكال، بقوا على ما هم عليه، وإن لم يجب وكان الدليل مع من خالف فإنهم ينتقلون من متابعة هذا العالم إلى متابعة غيره فيما صح فيه دليله. هذا الذي ينبغي على طلاب العلم. الأولى تسمى مرتبة التقليد وهي للعوام فقط، والمرتبة الثانية لطلاب العلم مرتبة الاتباع، ولذلك يقرأ الإنسان المذهب بالدليل. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10495.